فيها مرا وزاد حلبها كل عايد من ذهب 21 تسع لو نبرتها الغارب كنا ظهر عقابا. ايها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، مرة ثانية نرحل مع هذه الهجن التي تتألق مع بداية الموسم في هذا الميدان في ميدان الهباب. نرحل مع الشوط الثالث في مجموع الأشواط وخصص لفئة الأبكار. نحن نتابع المقدمة ونتابع الصدارة ونتابع البداية ونقترب من المركز الأول من واقع الشعار، شعار سالم بن محمد بطبيعة الذي يتقدم بالمركز الأول يلي على المركز الثاني. أشوف في ثاني المراكز الشاهينية إبراهيم من ببروك البربخيت المهري، ثانيا النقلة التالية إلى المركز الثالث فتأتينا تفجير محمد بن عتيج المقعودي المركز الرابع، فهنا بن صغان كايد بن سلطان بن سالم بن عجيل الاكتبي النقلة التالية إلى المركز الخامس. أشوف غير أشوف في حركات يعني تبغي المركز الاول اللي هي هقول جباره خليفه بن سالم بطبيعه. هذه الاسماء مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الاولى المتقدمه في هذا المسار والتحدي. نعود الى المهري، نعود الى المهري اللي خطف المركز الاول على ظهر الشاهينيه ابراهيم بن ببروك بن بخيت المهري، وعندنا تفجير اللي فجرت المفاجاه كما فجرها مبهر في اول اشواطنا لفئه الجعادين. هذه اللي هي تفجير تنقل نفس الشعار محمد بن عتيج المقعودي، ووصلت ايضا مشغله مصلح بن سعيد بن حمد المنصوري. من يتقدم المنصوري؟ من يتقدم بن خزينه؟ وقدم ايضا ما لديه من قوه في هذا المسار والتحدي. المركز الثالث اقول هني تاتينا اللي هي الشاهينيه ابراهيم بن ببروك البخيت المهري. هذه الأسماء الحاضرة، وهذا هو المقعودي، هذا هو المقعودي، هذا هو شعار بومايد، هذا هو شعار بومايد. الله الله الله، ولكن مشغلة المنصوري بن خزينة مصلح بن سعيد بن حمد بن خزينة المنصوري. من يتقدم بالمركز الأول ليقدم لنا مشغلة، ليقدم مشغلة. يا مشغلة العطاء، يا مشغلة التحدي، هي حاضرة، هي حاضرة، هي الناموس، هي الناموس في اللحظات الأخيرة. الناموس وين؟ مع تفجير ولا مع مشغلة؟ مشغلة وتفجير، عادت مرة ثانية تفجير، عادت مرة ثانية، ولكن مشغلة. هي الناموس، هي الناموس، هي الناموس. تهانينا، تهانينا لمحمد مصلح سعيد لسعيد بن مصلح المنصوري المركز الثاني، اللي هي تفجير محمد العتيج المقعودي اللي هي المركز الثالث، سالم بن محمد بالطبيعة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار. التوقيت الزمني أظني بوقت أظني بقدر التوقيت تقدير.